السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بديت لكم الفيديو من عند تو فيتري. الناس اللي كيسولوني فين كنكري التكاش ديالي راكم عارفين، والناس اللي متبعيني من شحال هادي كيعرفوني كنكري غير عندها. فمشينا في هذا الوقت هذا كنت كنقيس بعض التكاشطات. صراحه جبت موديلات جداد وزوينين، ماشي كلهم صورتهم، بزاف ديال التكاشط اللي قيسنا لا انا لا اختي لا ماما، فماشي كلشي غادي تشوفوهم. يلا صورت لكم واحد جوج على ما اظن. المهم الناس اللي مهتمين بها ولا شي حاجه غادي نخلي لكم النمره في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى العنوان ديالها وكل شيء. راه كدير لوكاسيون ديال التكاشط، وعندها من ارخص ثمن حتى الاغلى ثمن على حسب كل واحد وجهده. يعني عندها من 100 درهم 150 درهم حتى الاغلى وحده، وبطبيعه الحال على حسب الموديل ولا حسب واش جديده ولا لا. فخليكم معايا وفرجه ممتعه. السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بديت لكم من هنا من الطوموبيل، حيت نسيت ما درت حتى شي حاجه. عاد دابا تفكرت قلت ويلي انا كتبعها ولا زعما باش نفلوغي وكلشي، صدقت ما درت والو. ف لقيتوني دابا غدا عند ماما، نمشي نطرقها باش نمشيو عند خالتي اليوم الحنه ديال بنت خالتي ان شاء الله. الله يكمل عليها بالخير، واللي ما دارت مدات يديهم الحنه الله يجيب لهم رزقهم يكون زوين يا ربي. الله يسهل على الجميع. غادي تشوفوا التليفون هكذا كيدور هكا هكا، سمحوا لي حيت زربانه ما نقدرش نوقف عاد نهضر معكم. المهم حتى نوصل الدار ان شاء الله ونوريكم. ما كاينش اليوم شي حاجه، يعني غير هكذا، غير بيناتنا حنايا بنات خوالي بين خوالاتي وكلشي، يعني غير العائله المقربه فقط. يعني كاين ماشي شي حاجه، غير هكذا بيناتنا وصافي. غادي يدار الحنه صراحه انا مازال ما عرفتش غادي ندير الحنه ولا ما غاديش نديرو. راكم كتعرفوني انا ما عزيزش عليا الحنه، ولكن المهم نحاولوا نديرو شويه ديال باروك كيبان كلشي كتبان واقيلا الشعاع بزاف. المهم علينا، خليكم معايا حتى نطلع حتى نوصل ان شاء الله. ملي دارنا خالتي ها هي العروسه، دير الحنه زوين القفطان ديالك، واش فصلت ياك؟ غزال زوين. دابا تمشي للبيت نصور لكم الحنينه، غتحني غير رجلين ياك؟ صالون لا لا راه صراحه حشمان هذاك، شفتي باش ما كتبانش حتى القاعه مبينه لكم. فهاد اللقطات هادو اللي غادي تشوفو كان اليوم الثاني اللي هو فيه اليوم العرس. غادي تشوفو حتى التكاش ديالي انا وماما واختي اللي كرينا عند تو فيتري كاملين، غادي تشوفوهم. غادي نوري لكم موقع في الوسط ديال العرس على ما اظن. المهم خليكم معايا.
Was ist das Larve? Was ist das Franzose? We'll be right back.
هذه التكشطه ديال ماما وهذه ديال منى كلهم كريناهم من تو فيتري منى صافي صافي يلا دور خلصت
حنايا فقنا وفقت على كوكو بدا عاوتاني كيقول كاع الكلمات اللي عارف. قول سكوتوا هنا سكوتوا انيس قالت لي بدي كوكو بدي كوكو سكوت سكوت كوكو السلام عليكم. السلام فهنا غادي نسالي لكم هذا الفلوغ. هذا الصراحه كان حتى نهار اخر اللي كان عند العروسه في دارها كانوا داروا شي وهكذا، ولكن انا الصراحه ما قديتش نمشي، كنت عيانه بزاف. كانت اختي وخالتي صوروا لي بعض اللقطات، بالحق كيبانوا فيهم الناس بزاف، فاضطريت انني ما نحطهمش، ولكن الصراحه كان داكشي غزال دوماج انني ما مشيتش. ماشي مشكل، كنقول لكم شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.